يعطيكم العافية شباب وصبايا، بدنا نبدأ في آخر جزء من فيزياء الكم اللي هو درس الطبيعة المزدوجة للإشعاع والمادة. بداية في بداية كلامي بدي أذكرك بالضوء وماهية الضوء. كان في اتفاق على أن الضوء بيحمل خواص مزدوجة، إذا متذكرين هذا الكلام حكيناه في أول درس في تكمية الطاقة لماكس بلانك. كان اتفاق بين العلماء أن الضوء يحمل خواص مزدوجة. كيف يعني خواص مزدوجة؟ يعني الضوء يحمل خاصيتين، له خواص مادية وله خواص موجية. أستاذ ذكرني فيهم أو فهمني إياهم. شوفوا علي، الخواص الموجية للضوء إحنا بنعرفها، إنه الضوء بيعمل إشي اسمه انكسار، بيعمل الضوء إشي اسمه انعكاس، بيعمل الضوء حيود، وبيعمل الضوء تداخل. بالإضافة لمعلومتين صغار أذكرك فيهم، سواء في الكهروضوئية أو في نموذج بور الذري أو حتى في تكمية الطاقة، كنت تحكي إنه الضوء يحمل تردد ويحمل لمدة طول موجي، وهذا برضو من الدلائل على إنه الضوء له خواص موجية، يعني يسلك سلوك الموجة. طبعا لما الضوء يتحرك الآن بتحرك على شكل موجات كما في الشكل، هاي موجة الضوء. المسافة بين القمتين متتاليتين يسمى لمدة طول موجية، وإذا مكنت حساب طول موجي أنا قادر على حساب التردد الذي يساوي سين على لمدة، مباشرة قادر على حساب طاقة الفوتون بينها تساوي ها في تاد دال. بعد استخراج قيمة تاد دال التردد بقدر أعوض أوجد مقدار الطاقة. هلا خواص مادية للضوء درسناها في فصلنا هذا وفي دراستنا هاي في عنوانين، في إشي اسمه الظاهرة الكهروضوئية. طبعا الظاهرة الكهروضوئية كانت العالم أينشتاين اللي افترض فيها إنه الضوء مكون من كمات، وهاي الكمة ماكس بلانك طبعا كان معه بهذا الكلام، كمات وهاي الكمة تمثل الفوتون أو سميناها فوتون، فافترض إنه له خواص مادية. الآن اثنين في نموذج بور الذري. طب وين أستاذ في نموذج بور الذري تحديدا احنا حكينا عن ضوء الخواص المادية؟ تحكي لك، حتى يتمكن العالم بور من تفسير الأطياف الذرية عشان بور يقدر يفسرهم اضطر انه يفترض انه الضوء يحمل خواص مادية. اذا اتفاقي في الكلام عليه انه الضوء له خواص مزدوجة، فله خواص مادية زي الكهروضوئية وزي نموذج بور. طبعا في خاصيه ثالث مذكور بالكتاب اللي هو ظاهره كومبتون، بس ظاهره كومبتون اصلا هي يعني لاجيلنا مش مطلوب منا، فعشان هيك انا ما حكيت عنها نهائيا، هو درس كامل وما بدي درس كامل. فالضوء له خواص ماديه زي ظاهره كهروضوئيه نموذج بور او نموذج بور او الاطياف الذريه، وخواص موجيه انكسار انعكاس هي التداخل، اضافه للتردد له طول موجي. هون الاشي الجديد اللي اجى علينا اجى عالم اسمه العالم تي بروي. خلينا اورجيك شو بيحكي هذا العالم، بدي اكتب انا هون بس احكي لك اسمه، عالم اسمه العالم تي بروي. شو بيحكي العالم تي بروي؟ بيحكي زي ما انك تفترض انه للضوء له خواص مزدوجه، فالعالم تي بروي قال لك انا بدي افترض انه الاجسام الماديه اللي انت بتعرفها بحياتك، هاي بدي اكتب هيك، الاجسام الماديه لها خواص كمان مزدوجة. زي ما انت بتفترض ان الضوء له خاصية مزدوجة، في الاجسام المادية اللي انت بحياتك بتعرفها تحمل خواص مزدوجة. طيب دقيقة شوي، كيف الاجسام المادية تحمل خواص مزدوجة؟ يعني بتلعب دورين، بتلعب دور انها خواص مادية وبتلعب لها دور خواص موجية. هلا من جاب العالم تي بروي هذا الكلام؟ وبالعكس كمان كمل العالم تي بروي وقال لك انت قادر على حساب الطول الموجي اللي بصنعها الجسم بينها تساوي ها على خا، خا يا جماعه الزخم، فبصير تساوي ها على كاف في عين. تمام، هذا القانون بيتمكن من حساب الطول الموجي. طلع شو بدي اسميه، شو قصه الطول الموجي هذا؟ هذا الطول الموجي اللي افترضه العالم تي بروي لمين؟ للاجسام. طلع شو بسميه، هاي طول موجه تي بروي أو الموجة المصاحبة أو الموجة المرافقة. العالم دي بروي اشترط شرط، قال لك إذا كان الجسم يحمل زخم، يعني الجسم كان متحرك بسرعة مقدارها عين ويحمل كتلة، جسمه في النهاية مباشرة بكون له زخم، وإذا كان له زخم مباشرة بصير له طول موجي. هذا الطول موجي أو الموجة هاي تصاحب حركة الجسم. بعيد كمان مرة، العالم بيحكي بكل بساطة أي جسم في الدنيا يحمل زخما، يعني يحمل سرعة وكتلة،
لكافة عين تعطيك الزخم مباشرة، بتقدر تقولي انه يحمل لمدة طول موجي مرافق او مصاحب له. هيك بيتم الحساب الطول الموجي. بس استنى دقيقة، طب ليش الاطوال الموجية هاي احنا ما نلاحظها؟ شو نوع هذا الطول الموجي او شو نوع الموجة هاي؟ هلا العالم بيقول لك انه خلينا نفسر اول شيء شوي او نفهم شغله، ركزوا معي شو بدي احكي. هلا هاي احنا بنعرف انه الضوء نوع موجته موجه كهرومغناطيسيه، هيك احنا كنا متفقين تمام، كلاسيكي اللي حكت هذا الكلام عن الضوء تمام. هلا في عندنا الصوت مثلا موجه ميكانيكيه، انا بحكي لك شو نوع الموجات. طب استاذ موجه تي براي هاي اللي هي موجه المصاحبه او المرافق، هل هي موجه كهرومغناطيسيه؟ لا، مثل الضوء مثلا. هل هي موجة ميكانيكية؟ برضو لا، مثل الصوت. طب شو نوعها أو شو هاي الموجات؟ هاي الموجات تعتمد على طبيعة الجسم الذي ترافقه. يعني هاي الموجات هي ليست موجات كهرومغناطيسية مثل الضوء، انتبه على هالجملة هاي موجودة بالكتاب، هي ليست موجات كهرومغناطيسية مثل الضوء وليست موجات ميكانيكية مثل الصوت. هاي الموجات هي بتعتمد على طبيعة الجسم اللي قاعدة بترافقه. لا، هل تظهر هاي الطبيعة الموجية للأجسام المادية؟ طلع دي براي شو بجاوبك، يعني احنا نقدر نشوف الأجسام المادية انه إلها موجات. طلع دي براي بحكي لك خلينا نقسم لك أول شيء الأجسام إلى نوعين. طلع في أجسام بسميها أجسام دقيقة أو صغيرة إذا بدك، وفي نوع من الأجسام بدي أسميها أجسام كبيرة جاهرية، لأنه الكلمة هاي موجودة بالكتاب. فانا عملت تقسيم جديد. اوكي استاذ، طب اعطيني مثال على اللي قاعد تحكي. مثلا انا هون بحكي عن اجسام دقيقه وصغيره، بحكي مثلا عن البروتون او بحكي عن النيوترون او بحكي عن الالكترون، اجسام بتكون كتلها صغيره جدا تمام. طب اعطيني مثال على تحكي اجسام جاهزه، زي مثلا احكي لك عن رصاصه على سبيل المثال. كتله الرصاصه كبيره جدا وهائله مقارنه ببروتون او نيوترون او الكترون. طيب البروتون والنيوترون والالكترون، كون هاي الأجسام كتلها بتكون نسبياً صغيرة، طلع العلاقة بين الكتلة والطول الموجي علاقة عكسية. هسه افرض يا دي براي، كون كتلها نسبياً بتكون صغيرة بطلع عندي الطول الموجي تبعها نسبياً كبير. فبدي أحكي لك هون إنه يمكن ملاحظة اللمدة إلها أو طول موجتها لأنها تشبه، ليست هي موجات كهرومغناطيسية ولكن تشبه الموجات الكهرومغناطيسية. يعني موجاتها طولها الموجي بيكون كبير، يمكن ملاحظته تمام، لانه هاي موجاتها تشبه موجات كهرومغناطيسيه. ما قلت لك هي نفسها، ما احنا اتفقنا طول موجه تي براي المصاحبه هي ليست موجات كهرومغناطيسيه، هي تشبه الموجات الكهرومغناطيسيه. طب استاذ شو بالنسبه للاجسام الجاهريه؟ هاي الاجسام بتكون تحمل كتل نسبيا عاليه. واذا نيجي على فرضيه تي براي او كلام تي براي هون، لما تقول لي انه في كتل نسبيا عاليه بقول لك والله بيطلع طولها الموجي صغير جدا. فعشان هيك ركز معي، كون كتلها عالية إذا بكون تحمل لمدة أو طول موجي صغير، لذلك بدي أحكي إنه لا يمكن ملاحظة أطوالها الموجية أو إذا بدك الطبيعة الموجية. بقدرش ألاحظ طبيعتها الموجية، ليش؟ لأنه هاي الأجسام مبدئيا خلينا نحكي أحجامها كبيرة أو جاهرية. زي ما اتفقنا يا جماعة إنه طول موجي تي براي تمام، لمدة تي براي هي تساوي ها على الزخم. خلينا أورجيك شو بدنا نسوي. لمدة تي براي أو طول موجة تي براي تساوي ها على خاء الزخم، وهي تساوي ها على كاف في عين. هيك صار اتفاق بيننا، بحيث أن الزخم طبعا يساوي كاف في عين. في الأسئلة راح تمر علينا الآن عشان نحسب طول موجة تي براي، هاي طول موجة تي براي أو طول موجة المصاحب لحركة الجسم أو المصاحب للجسم. في المسائل ممكن يعطيك الكتلة ويعطيك السرعة وبنعرف انه ها ثابت خلص بعوضها، بس انا بحكي عن نوع من انواع المسائل ممكن انه يزودك في الطاقة الحركية، يعني ما يعطيك السرعة جاهزة في السؤال. هلا ممكن اذا انا في الاسئلة يعطيني قيمة السرعة اللي هي سرعة الجسم، راح امسكها واعوضها مكان عين وخلص راح حل واوجد طول موجة تي براي. بس انا بحكي بالاسئلة اللي بعطيك فيها الطاقة الحركية للجسم، شو بدي اعمل؟ هلا عندك فكرتين، يا اما بتمسك الطاقة الحركية بتحط قانونها تساوي نص كتلة في عين تربيع، ومن داخل قانون الطاقة الحركية المفروض انه معطيك طاقة حركية والنص ثابت وكتلة ثابتة او كتلة معطاة في السؤال، بطلع مقدار السرعة وبرجع بعوض في تي براي تمام. عندي حل ثاني، بقدر اكتب فرضية تي براي هاي كلها او لمدة تي براي تساويها على كاف في عين بدلالة الطاقة الحركية. طلع كيف؟ طلع بنعمل اشتقاق صغير مع بعض. احنا حكينا انه الطاقة الحركية تساوي نص كتلة في عين تربيع زي ما بنعرف. بدي الآن أكتب القانون ها بدلالة عين، رح أضرب النص هون أو أضرب هون باثنين وأضرب هون باثنين، اختصرت هون بس طول مقام، بدي أجي أحكي 2 طا
تساوي كاف في عين تربيع. طبعا تقسم طرفين المعادلة على كتلة، هاي الطرف هذا على كتلة والطرف هذا على كتلة، شلنا هاي مع هاي. بتاخذ جذر عشان اوصل انا وياك، لانه عين تساوي جذر 2 طا على كاف، هاي مقدار السرعة. بدي امسكها واعوضها في كلام تي براي، لمدا او طول موجة تي براي تساوي ها على كاف في عين. ها على كاف خليها، وبتعوض مكان عين، تمام؟ القيمة اللي انا حسبتها انا وياك هو جذر 2 طا على كاف. خل ندخل كاف جوا الجذر، طبعا تدخل بتربيع. ها على جذر 2 طا كاف تربيع على كاف. ساعتها التربيع تبع الكتلة بروح مع الكتلة في المقام، بوصل لانه ها على جذر 2 طا في كاف. الفكرة بدي اوصل لك اياها، يعني ممكن يجيني سؤال يحكي لي اثبت انه طول موجة تي براي تساوي ها على جذر 2 طا كاف، وهي الاثبات صار عندك هي، تمام؟ اذا الطاقة الحركية في السؤال بستفيد منها اني بطلع منها السرعة، وبقدر بعوضها بمعادلة تي براي، وانا بس احل المسائل هيك راح احل. بس انا لا احتاج اجيب لها سؤال، قلنا فيه اثبت انه طول موجة تي براي تعتبر العلاقة ها تي براي تعتبر العلاقة ها على جذر 2 طا كاف، بحيث ان طا هي الطاقة الحركية. طيب تمام، هلا اخر جزء بس بدي احكي لك عنه، بدنا نعمل زي ملخص صغير لنا عشان نستوعب كيف نستخدم قوانيننا. اخذنا نوعين من المواد اللي رح ندرسها، رح ندرس اشي اسمه الكمنات اللي هي الفوتونات، وبدي احكي عن اجسام مادية شو بعمل في كل حال. اذا حبيت تحسب مقدار طا الطاقة، او حبيت تحسب مقدار خا الزخم. وبس خلص الجدول هذا رح اخلي لك اياه على اللوح، او انت حاول وقف الفيديو عشان تاخذ الجدول هذا عشان يعني تحط او تسيطر على امور موجود جواته. اسمعني شوي، الاجسام المادية تحمل كتل، هاي بدي اكتب عليها فوق كاف كتلة، والفوتون لا يحمل كتلة، مو عديم الكتلة. فاي قانون يحتوي على كتلة يمكن استخدامه في الاجسام المادية، بس اي قانون يحتوي على كتلة لا يمكن استخدامه في الفوتون. فطلع شو بدي استنتج. اذا حبيت تحسب الطاقة لجسم مادي ممكن احكي نص كتلته في عين تربيع، قانون الطاقة طبيعي جدا، وهي كتلة الجسم وهو الجسم له كتلة. إذا حبيت تحسب الزخم فبتحكي الزخم يساوي كاف في عين، تمام؟ هل حبيت تحسب طاقة لفوتون، احنا اتفقنا الطاقة تساوي ها في تاب دال ماكس بلانك، هو اللي تمكننا من حساب أو باستخدام تمكننا حساب طاقة فوتون. طب ممكن نحسب زخم فوتون؟ هلا كل اللي على اللوح هذا قديم نعرفه، بس الإشي الجديد علينا حساب زخم فوتون. آه يمكن، وهذا الكلام يساعدني عليه تي براي. صار عندي فايدتين يا جماعة على تي براي. تي براي بخلينا نحسب طول موجي مصاحب لحركة الأجسام، وتي براي بمكنك من حساب زخم الفوتون. طب كيف؟ هلا خذ معادلة تي براي، لندا تساوي ها على الزخم. يعني بمعنى آخر إذا أنا بس بدلت وكتبت المعادلة بدلالة زخم، بقول لك والله الزخم يساوي ها على لندا. إذا يمكن استخدام أو حساب زخم الفوتون بس باستخدام طول موجته. هاي الفائدة الثانية لكلام العالم تي براي أو لمعادلة تي براي. نبدأ المسائل على الطبيعة المزدوجة. في سؤال 1 صفحة 19، سؤال 2 صفحة 20، هاي الأسئلة ضمن شرح الدرس هي مادة نصية، تمام؟ بتمنى إن نجاوب هاي الأسئلة. نيجي على سؤال 3، طبعا سؤال كتاب. احسب طول موجة تي براي المصاحبة لكل مالي في فرع ألف رصاصة كتلتها 10 جرام تتحرك بسرعة 400 متر لكل ثانية. طيب عشان طلع طول موجة تي براي لمدة تساوي ها على كاف في عين أو على الزخم زي ما اتفقنا. ها ثابت 6.6 في 10 قوة سالب 34 يعطي لي بالامتحان، على كاف كتلتها 10 جرام يعني 10 في 10 قوة سالب 3، أنا قاعد بحول من جرام إلى كيلو جرام، والسرعة تبعتها اللي هي تساوي 400 وتساوي 6.6 على، طبعا أنا هون أصفار الثلاث الموجب مع 10 قوة سالب 3 وضل عندي الأربعة في 10 قوة سالب 34. هلأ الجواب النهائي أنا بدي أطلعه بس إنه عشان نعمل مقارنة لنا، بيطلع 1.65 في 10 قوة سالب 34 متر، هذا طول موجة تي براي. هلا لهون انا جوابي صحيح. هلا بحكي لك ايش طلعت باللون الاحمر. في فرع ب بدنا نحسب كمان طول موجه تي براي، بس هالمره لالكترون، طاقته الحركيه 2 الكترون فولت، علما بان الكتله، طبعا انا هاي الفكره اللي قلت لك اياها ما بعطيني السرعه جاهزه، فبضطر انا اني احسب انا السرعه، بحسب السرعه من جوا الطاقه الحركيه. بس قانون الطاقه الحركيه اللي بنعرفه انه الطاقه الحركيه تساوي نص كتله في عين تربيع، هذا بيشتغل على وحده الجول، فما بصير نعوض الطاقة الحركية 2 الكترون فولت. بس شو بتسوي قاعد؟ أنا بدي أحسب طول موجة تي براي، بدي عين سرعة الالكترون، تطلع السرعة من جوا الطاقة الحركية حكيت لها قبل شوي، تمام؟ فبمسك الطاقة الحركية وحدة الكترون فولت وبحولها لجول، بضرب 1.6 في 10 قوة سالب 19 تساوي 1.2 عفوا نص في كتلة الالكترون معطيني إياها ثابت 9.11 في 10 قوة سالب 31
في عين تربيل. هاي نضرب هاي 3.2 4.6.4 في 10 كوب سالب 19 تساوي 9.11 في 10 كوب سالب 31 عين تربيل. انا هاي ضربتها ب 2 صارت 3.2 ورجعت هون ضربتها ب 2 صارت 6.4. طبعا على 9.11 في 10 كوب سالب 31 على 9.11 في 10 كوب سالب 31. هنا وصلك انا لجواب لقيمة عين السرعة. قيمة عين السرعة تساوي طبعا بتطلع هي 7 بالعشرة في 10 هاي عين تربيل. 7 بالعشرة في 10 كوب موجب 12. إذا بدي أوصل قيمة عين فعين تساوي زي ما قلت لك، أنت جوابك لهون خلاص اشتغل أسس، أنت جوابك خليه زي ما هو، بس أنا بدي أوصل إجابات نهائية عشان أورجيك الفكرة اللي بدي إياها، لأنه هذا سؤال كتاب. بدي أوصل أنها تساوي 7 أو 83% في 10 كوب 6 متر لكل ثانية. خد جذر الطرف. يلا هلا شو ضل لسه بدي اسوي؟ لسه ما حسبت انا طول موجة التيار، انا كل هذا بطلع قاعد في قيمة السرعة. ف عين السرعة او لمدة طول موجة التيار تساوي ها على كاف في عين 6.6 في 10 كوب سالب 34 على كتلة 9.11 في 10 كوب سالب 31 في قيمة عين حسبناها 83% في 10 كوب 6. بدي اوصل انا وياكم بس لقيمه لمدة، وبرضه بدي اطلع انا جواب زي ما قلت لك، انت مش مقيد انك لازم تطلع الجواب، بس انا بدي اورجيك مقارنه بس. بتطلع لمدة تساوي 87% في 10 قوه سالب 9 متر، وهذا بدي اوصله. ليش استاذ عملت كل هذا؟ طلع علي هاي لمدة لمين؟ لالكترون مطلوب في فرع ب، وهي لمدة ليش؟ رصاصه جسم مادي كتلته كبيره نسبيا. هاي أجسام الدقيقة أو الصغيرة اللي حكينا عنها بتكون كتلتها صغيرة، طلع طولها الموجي مضروب 10 قوة سالب 9، طول موجي نسبياً كبير، هون طول موجي مضروب 10 قوة سالب 34، طولها الموجي كثير صغير، لذلك هذا لا يمكن ملاحظته وهذا يمكن، تمام؟ هاي دليل عملي على الكلام اللي حكيناه قبل شوي في تي بروي. طيب نيجي لسؤال أربعة. في سؤال أربعة يتحرك جسم كتلته 2 ملي جرام بسرعة 1/10 من سرعة الضوء. طبعا انا بدي كتلته، هي معطيني اياها في السؤال، معطيني السرعة المتحرك فيها. احسب طول موجة دي بروي المصاحبة له. طبعا سرعة 1/10 من سرعة الضوء، يعني لازم نحسب سرعته، هي تساوي 1/10 مضروبة بسين سرعة الضوء، 1/10 مضروبة في 3/10 قوة 8 وتساوي 3/10 قوة 7 متر لكل ثانية. معطيني اياها نسبة الى سرعة الضوء، تمام؟ هلا بدي احسب طول موجة دي بروي تساوي ها على كاف في عين 6.6 في 10 قوة سالب 34 على هلا قيمة الكتلة 2 ملي جرام. تبع معي في تحويلين هون، أول إشي الملي بدي أخلص منها، هيها ملي ضرب 10 قوة سالب 3، والجرام بدي أحولها لكيلو جرام. هلا ملي عشان نخلص منها ضرب 10 قوة سالب 3، والجرام لكيلو جرام 10 قوة سالب 3 صاروا ثنتين، يعني مضروب 10 قوة سالب 6، يعني صفى هون عند عوض 2 في 10 قوة سالب 6 مضروبة بالسرعة اللي حسبناها اللي هي 3 في 10 قوة 7. طبعا تساوي 6.6 على 2 في 3 هي 6 يا جماعه، في هلا سالب 6 موجب 7 بضل عندي موجب 1، ارفع لفوق بصير سالب 1 ب 10 كوب سالب 35، يعني 1.1 ب 10 كوب سالب 35 متر. لحالك شايف انه جسم يحمل كتله طلع طول الموج كثير قليل المصاحب له. حجر كتلته 50 جرام قذف بسرعه 40 متر لكل ثانيه، احسب طول موج التي بروي المرافقه له على نفس الكلام. لمدة تساوي ها على كاف في عين ها 6.6 في 10 قوة سالب 34، يلا انتبه لي على التحويل. كتلته 50 جرام بضرب 50 في 10 قوة سالب مضروبة في السرعة 40، 40 طبعا بدون تحويل ولا شيء، بدي اشيل الصفر هاب مع صفر ال 40 وبدي اخلي هاي سالب 1. 6.6 على 5 ب 4 يا جماعة 20، شيل صفر مع السالب 1 بتصفي 2 في 10 قوة سالب 34 وتساوي 3.3 في 10 قوة سالب 34 متر. جماعة أنا قاعد بحل هلا، أنت المفروض إنه هاي الأسئلة أنت قاعد تتدرب عليها وقاعد تحاول تحلها، تمام؟ يعني حل أنت الأسئلة وشوف الإجابات النهائية وقارنها معي. ما زخم فوتون طول موجته 3.3 في 10 قوة سالب 6. الفائدة الثانية لدي بروي. الفائدة الأولى حساب طول موجة مصاحب لحركة الأجسام المادية المختلفة، وهذا اللي عملناه. أنا هون جبت لك فكرة في سؤال 6 على الفائدة الثانية لدي بروي، إنه مكان حساب زخم الفوتون اللي يساوي ها على لمدة، ما بدي غير بس لمدة طول موجته. ها ثابت 6.6 في 10 قوة سالب 34 على لمدة طول الموجي 3.3 في 10 قوة سالب 6، جواب 2
لوس لفوق في 10 قوة سالب 28 طبعا كيلو جرام في متر لكل ثانية. أنا وياك بنعرف إن الفوتون لا يحمل كتلة، بس كان يتحايته تمكن حساب زخمه باستخدام طول موجته. في سؤال 7 صفحة 20، إلكترون طاقته الحركية 4 إلكترون فولت، يمكن تكرار الفكرة حليناها قبل شوي. بدنا أول شيء طاقته الحركية بوحدة الجول، بسيطة هاي فرع ألف، هي مجرد تحويل الطاقة تبعت تساوي طبعا بوحدة الجول هي تساوي الطاقة بوحدة إلكترون فولت مضروب بشحنة الإلكترون. طاقة الإلكترون فولت تساوي 4، شحنة الإلكترون 1.6 في 10 قوة سالب 19 وتساوي 6.4 في 10 قوة سالب 19 جول. هيك احنا حسبناه طاقته بوحدة الجول. في فرع باء كم طول بوجه الدي بروي المصاحبة له؟ بدنا نكرر الفكرة عملناها قبل شوي، بدنا نستخدم قانون الطاقة الحركية عشان نطلع منه السرعة، اوكي؟ ونعوضها في معادلة دي بروي. يعني أنا خطوتي إني أطلع طول موجة دي بروي اللي هي تساوي ها على كاف في عين. ويا جماعة هون بحكينا عن الكترون، هو مش موجود بالسؤال بس هو ثابت كتلة الالكترون 9.11 في 10 قوة سالب 31 كيلو جرام، يعني ثوابت امتحان، عشان هيك مش حاطة بالسؤال أنا. إذا خلينا نستفيد من مقدار الطاقة الحركية اللي حسبناها بوحدة الجول عشان نطلع منها مقدار السرعة. يلا اسمعوني، قانون الطاقة الحركية تساوي نص الكتلة في عين تربيع. نعوض قيمة الطاقة الحركية اللي طلعناها بالجول 6.4 في 10 قوة سالب 19 تساوي نص في 9.11 في 10 قوة سالب 31. هاي 2 ضربته هون 12.8 في 10 قوة سالب 19 تساوي 9.11 في 10 قوة سالب 31، عفوا هون عين تربيع وهون عين تربيع، على 9.11 في 10 قوة سالب 31 على 9.11 في 10 قوة سالب 31. اختصرت الطرفين هسه هون، انا بعطيك بس جواب لقيمة عين، عين بتطلع تساوي 1.18 في 10 قوة 6 طبعا متر لكل ثانية. بعد ما طلع طبعا انا لو انه انا ما بدي اوجد جواب نهائي عادي بوجد الجذر هاد، طبعا هذا بموجد هون تربيع، باخد جذر الطرفين وبخلي الرقم زي ما هو بعوضه هون. هلا انا بدي اطلع طول موجة دي براي، لامدا تساوي هاي اللي هي 6.6 في 10 قوة سالب 34 على 9.11 في 10 قوة سالب 31 مضروب بالسرعة 1.18% في 10 قوة 6، بتطلع لامدا طول موجة يساوي 6 في 10 في 10 قوة سالب 9 طبعا متر. هيك حسبنا طول موجة دي براي. في فرع جيم طالب انك توجد مقدار الزخم الخطي له. طيب خلينا نجي على فرع جيم، بدنا يا استاذ فرع جيم الزخم تبعه. انا بدي اذكرك بقانون الزخم، الزخم هو يساوي كاف في عين، وانت زلمه معك كتله الالكترون 9.11 في 10 قوه سالب 31 ومعك سرعته حاسبها هون 1.18% في 10 قوه 6، وهيك بنقدر نحسب زخم. تمام. الفكره الثانيه طبعا بيطلع الجواب 11 في 10 قوة سالب ب 25 تمام؟ طبعا كيلو جرام في متر لكل ثانية. بس أنا عندي حل آخر، طلع عندي في فرع جي بقدر أستفيد من معادلة دي بروي، هاي بتحكي إنه الزخم يساوي ها على لمدا، وبحط ها 6.6 في 10 قوة سالب 34، وبحط قيمة لمدا اللي حسبتها 6 بالعشرة في 10 قوة سالب 9، وبطلع الجواب نفسه هذا اللي هو 11 في 10 قوة سالب 25 كيلو جرام في متر لكل ثانية. يعني المفروض اثنين يعطوني نفس الجواب. يعطيك العافية.